كما نشكر دور كل من روسيا والصين والذي كان دائما مشرفا. فالتآمر على سوريا مستمر منذ عقود نتيجة دعمها للمقاومة ولوقوفها ضد مشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. فالسياسة الوطنية السورية المقاومة التي تنتهجها اليوم تحتاج إلى وضع داخلي مقاوم. فمناعة سوريا مرتبط بالإصلاح، فعمق الإصلاحات والإسراع بتنفيذها يستجيبان للاستقرار في الداخل وتحجيم الخارج مهما كان قويا. وإن إنجاح الحوار الوطني اليوم أمل السوريين في الوطن وفي المهجر. فإذا كان العلم السوري الذي نحمله بقلوبنا في دمشق طوله 2000 مترا وفي مدينة فإذا كان العلم السوري في دمشق طوله 2000 مترا وفي المالكية بلدنا الحبيب 200 مترا وبين جبلة واللاذقية 16 كيلو مترا. أما نحن هنا في المهجر فطول علمنا من هنا من قلوبنا إلى ساحة الحرية ساحة المرأة. فطول علمنا نحن المغتربين، نحن المهاجرين، نحن المهجرين، فهو من قلوبنا هنا إلى ساحة المرج في دمشق. قلوبنا مع شعبنا في سوريا، قلوبنا معكم شعبا وقائدا، وإلى لقاء في سوريا الديمقراطية والسلام. قصيدة شعر لسوريا الحبيبة التي تحمل في طياتها الشوق والحنين، يقدمها الأستاذ شاعر المالكية توما بيطار. فليتقدم مشكورا. لسوريا حبنا لجبين باق للأبد، لشعب عظيم مخلص وبالأخص عائلة الأسد، لكل رجل أهدي قبلاتي، ولكل امرأة ولكل ولد، لجيش قوي نفتخر به يحمي الوطن ويكون للشعب سند، لعرين أرسله الله إلينا ليحفظ ويرعى ذاك البلد. فيا رب خذ من عمري ما تشاء وزده لعمر بشار الأسد. لا تضع حواجز بيني وبينها، فترابها يسكن قلبي والأحشاء. فلا تقلقوا حبيبتي الشام مهلا، ولا تشوهوا ياسمينها بأي طلاء، فقد وهبها الرب من عنده روعة فتغنى بها منذ قديم العهد الشعراء. فلا يوجد مثل الشام في كل الشرق، فهي الأكثر صفاء وروعة ونقاء، يطوق عنقها برد بدلاله المعهود،
وأقراتها حدائق عزبة ناعمة غناء، ولها وصفات يقاربنها في الروعة، منهن حمصة واللاذقية وحلب الشهباء، فدعوها تتكئ على زندي لا تخجلوها، ففستانها من أحاسيسي وللحمرة الدماء، وكحلت عينيها الواسعتين من أحزاني، وصنعت لقدميها من جبهتي حلاء، فلا تفرق بيني وبينها، احزروا غضبها فمن سيفرق سيستحق لعنة السماء. ملكتي فهي بهاء الشرق في الجمال وفي الرفعة وفي الكبرياء، وإن تمادى البعض عليها بوقاحاتهم فهي القادرة أن ترد على السفهاء، هي القادرة أن تلجم جناح الشر بجيش قوي وشعب تعود على الفداء. ألا تذكر كم تعرضت لمؤامرات وشوه صورتها خدام وعملاء، وكيف صرعهم شعاع من عينيها وحالهم إلى دخان عكر الأجواء؟ ألا تذكر حين حاول الغرباء مرة أن يسرقوا أساورها وفردة الحجاب، كيف سقطوا على أسوار حدائقها من دفق طيبها وقوتها والإباء؟ فهي أفضل ما في الشرق معاشرة في المحبة وفي الإلفة وفي الإخاء، هي الشام، فمن لم يعرفها لا يعرف أن في الأرض تسكن درة السماء. Stark avstånd och fördömer de våldsamheter som försiggår på syrisk mark. Vi anser att de berättigande krav till reform och öppenhet har mottagits av syrisk regering på stort allvar, och en omfattande reformpaket har presenterats. Och samtliga parter har inbjudits för dialog. Den grupp som står för civil motstånd har utfört och utför en massa sabotage och även terrordåd. Denna begränsade skara kan inte vara representativ för hela det syriska folkets vilja. Därför vill vi betona att vi är med förändringen och det reformpaket som regeringen föreslagit, och vi är emot all utrikesinblandning som inte gagnar fred i Mellanöstern. Tack för mig. نرجو من الله تعالى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار.